أهلا بكم من جديد. وافق مجلس النواب على قانون العلاوة الخاصة بالعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة 10% بأثر رجعي من يوليو الماضي. وفي سياق آخر، أكد الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم السنوي خلال إبريل الماضي إلى 32.9% مقابل نحو 32.5% عن مارس الماضي. وأكد الجهاز أن زيادة التضخم ترجع إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل تجاوز أغلبها 7%. لمزيد من التحليل نرحب معنا في الاستوديو بالدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا بك معنا دكتور مختار. أهلا بك وأهلا بالمشاهدين. دكتور مختار، شهد البرلمان جدلا كبيرا بشأن هذه العلاوة، لكن الجدل الأهم هو أن هل هذه العلاوة ستكون كافية لما يشهده أو تشهده البلاد من ارتفاع في معدلات التضخم وزيادة الأسعار ونقص الإنتاج؟ صحيح، سؤال هيظل مطروحا. بوجود علاوة خاصة لخارج نطاق للعاملين خارج نطاق الخدمة المدنية، أو علاوة خاصة للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، في الاثنين محتاجين. وإن كنت بدرجة أو بأخرى تظل السؤال المطروح واللي بيطرح نفسه بقوة في الشارع، ما هو الأفق الزمني اللي تستطيع الحكومة أن تتحكم فيه في ارتفاع الأسعار؟ ده واحد. الجزء الثاني وده جزء مهم جدا، ما هو الأفق الزمني اللي تستطيع الحكومة أن تجاوب على سؤال إنه إمتى هيصل معدل التضخم إلى معدل مقبول للناس بحكم الدخول العادية اللي موجودة. الجزء الثالث وده جزء مهم جدا، الأفق الزمني اللي تستطيع أن الحكومة تخلق حلقة اتزان ما بين القطاع الخاص اللي بدأ يتحكم في الأسعار واللي ما عندوش سقف في ارتفاعها، وإن الحكومة تخش بالتوازي بنفس القدرة وبنفس الأداء وبنفس الاحتياجات اللي بيحتاجها المواطن. ده السؤال اللي هيظل مطروحا طالما أنت بتتكلمي عن علاوة خاصة أو لا تتحدث عن علاوة خاصة. بالمجمل بالعلاوة الخاصة ما زالت الدخول متدنية. بوجود علاوة خاصة ب 10% رجعت اليوليو رجعت اليونيو أيا كانت المسميات، إلى حد كبير جدا المواطن يئن، وقدرة الحكومة في التحكم في الأسعار ما زالت غير موجودة، وما زلنا نبحث عن إجابة على كل هذه الاستفسارات وهذه الأسئلة.